مستمعينا الكريم، نعود معكم مرة أخرى هنا في هذه البطولة، بطولة سب زيرو توب سبيد، وأيضا هنا مع توب سبيد وهذه السيارة اللي برعاية توب سبيد والمتسابق عبد العزيز جاسم. جمهورنا الكريم راح يكون معنا أيضا له نصيب في هذا المساء. عبد العزيز، طبعا عبد العزيز من الأسماء اللي دائما مشاركة في هذه النوعية من البطولات، وايضا بدعم من فريق توب سبيد، هذا الفريق اللي ايضا شفناه في الموسم المنصرم يدخل بقوه في مجالات السيارات، شفناه في سباقات بطولات الدراج ريس، وشفناه بطولات الدراج الرملي، وايضا في الراليات، وشفناه في حلبات الدريفتنج، وشفناه من الظهور قوي لهذا المتسابق ولهذا الفريق، فريق توب سبيد. وفي هذا المساء ايضا نشوف المتسابق عبد العزيز جاسم وامتداد لهذا الفريق توب سبيد الرائع هنا، والدائما امتعنا بأداء وايضا بالمتسابقين والاسماء الجميله اللي شفناها في البطولات مختلف ميادين سباقات سيارات. عبد العزيز جاسم جمهورنا الكريم مشاهدين قناه جير 1، وفي هذا المساء نشوف اليوم المتسابق عبد العزيز جاسم وبرعايه من فريق توب سبيد، وايضا هنا المتابعه الحثيثه والجميله من المدير وأد الفريق، مدير فريق توب سبيد ايضا حاضر متابع لهذا الاداء لهذا المتسابق عبد العزيز جاسم. الكريم مثل ما شفنا هنا في المنافسة بقدوم المتسابقين واختلاف الفرق تزداد المنافسة، وأيضا نرى هنا الأداء الجميل من مختلف المتسابقين، اللعب يحلى، الأداء يحلى، المساء أحلى في هذا المساء والجولة الثانية من بطولة توب سبيد وسب زيرو هنا في نادي الإمارات موتوربليكس، وأيضا بتغطية إعلامية جميلة من قناة جير 1 قناة المحركات الأولى هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. ناصر بن خداد وفريق الاكسكيوشن الاعدام اللي اليوم داخلين بقوه في هذا المساء، ايضا هنا متابع حديثه بجنبي من المتسابقين، احد المتسابقين الرائعين ابراهيم الياسي، وايضا متابع الاخوان المتسابقين المتسابقين الرائعين في هذا المساء من جميع الفرق المختلفه. بس عاد بالتلفزيون عقب يطلع.
الكريم سلطان الأحبابي وجروب جي بي اس أيضا هالظهور هذا المتسابق وفي هذا المساء من الأسماء الجميلة اللي نشوفها وأيضا الداخلين بالمنافسة بقوة في هذا المساء. في هذه الأثناء جمهورنا الكريم يطيب لنا أن نلتقي بأحد المتسابقين من الأعلام الجميلة الأسماء اللي دائما تبتعنا بأدائها الراقي والمميز نايف المقبال لجمهورنا الكريم حضوره قوي وايضا وجوده في هالبطولات يثريها ويجعل فيها متعه واثاره. اخوي نايف مساك الله بالخير. الله يمسيك بالنور والسرور. طول لي بعمرك اليوم شفنا البطوله، شفت المتسابقين، تخبرني عن هذه الجوله، كيف شفت البطوله والمنافسه فيها؟ والله منافسه جدا رائعه يا اخوي، لكن يعني ما شاء الله على المتسابقين كلهم ما شاء الله عليهم يسوقون وما يقصرون ومادين ما شاء الله، والبطوله طبعا رائعه. اليوم شفنا اسماء جديده تدخل البطوله وشفنا بالتحديد في هذه الجوله شفنا اسماء جديده تدخل وشفنا بعد اداء راقي من هذول المتسابقين الجدد اللي دخلوا. انتم كمتسابقين قدامى شو تقولون وشو وضعكم؟ نحن بالعكس نشجع اي متسابق جديد ويطور من نفسه، بالعكس جزاهم الله خير اللجنه والنادي ما مقصرين الصراحه يعني، وما شاء الله عم متسابقين كلهم يسوقون ما شاء الله عليهم. اليوم مثل ما قلت لك اذا شفنا الجروبات ايضا تعددت الجروبات وفي شباب مشاركين بعد بدون جروبات، اللي بدون جروب شو تقول له؟ والله اتمنى انه ينضم اي جروب او يسوي له جروب ويؤدي وان شاء الله يحصلوا على مراكز ان شاء الله. عموما اليوم شو تطلعاتك وشو طموحك في هالجوله؟ والله ان شاء الله ان نبيض الوجه ونسعد الجمهور ونتمنى ان شاء الله ان نحصل مركز ان شاء الله. عموما شكرا اخوي نايف واتمنى لك ان شاء الله التوفيق. امين ان شاء الله. جمهورنا الكريم ما زلنا معكم عشاق قناه المحركات، عشاق قناه قيروان، ما زلنا معكم مع سلطان الظاهري والاداء لهذا المتسابق سلطان الظاهري وايضا جي بي اس وهذا الفريق لهذا المتسابق سلطان الظاهري.